الجيل اللي اتحقن بكلمه الهزيمه 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 الهزيمه. انا ما اتهزمتش لان انا ما لحقتش احارب اصلا، انا جالي امر انسحاب. وبدات العمليات زي ما حضرتك قلت كده، هو يوم 5 يونيو كنا بدانا على طول. وكان بالنسبه لي لفت للنظر جدا دور او طريقه التغيير في شكل الاستطلاع بتاع الجيش بتاعنا من المجموعات الكبيره للمجموعات الصغيره. وهنا هيخليني اسال، اذا الاستطلاع هو قد يكون اهم ركيزه بناء عليها بتبدا تتعامل بقيه الاسلحه وادارات الجيش، صح كده؟ شوف حضرتك ببساطه، اي قرار بيبنى على ايه؟ على معلومات. على معلومات. لو المعلومات كامله يبقى القرار كامل. صح. معلومات ناقصه قرار ناقص، معلومات غلط قرار غلط. غلط. صح طبعا. لو المعلومات صح طيب قرار صح. طيب لما حضرتك تيجي تخطط، عندك اهداف جويه، اهداف هتضربها بالطيران، وتحسب هذه الاهداف بعددها، هضربها باتنين ضربه جويه في كل ضربه 220 طياره، وتطلع ال 220 طياره الاولانيين يدمروا 85% من اهداف الضربتين، معنى كده ان المعلومات اللي جايه عن الضربتين دول شكلهم ايه؟ صح الصح. انا فاكر تعليق قلته زمان من حوالي 10 15 سنه، وساعتها قالوا لي انت ازاي بتقول كده؟ قلت لهم لولا معلومات الاستطلاع ما حققت الضربه الجويه اهدافها بالشكل ده، لان هو وهم نفسه هم طيارين داخل اهداف ما لقاش هدف مش في مكانه. طبعا. واخد بال حضرتك؟ فاذا هذه المعلومات هي اللي ايه، مش بس الطيران راح ضربها ولا 3000 مدفع ضربوها بين بوينت طلقه نازله على الهدف. كل الخطه اتحطت بناء على هذه المعلومات. يعني كل العمليه اللي انا خططتها اذا كانت جرانيت او بدر او باي اسم من الاسماء بتاعتها، ان انا هعبر القناه ازاي، وهدمر العدو ده ازاي، وهرجع ارض دي ازاي، والخطط دي كانت كامله وموجوده كلها ووثائق هتظهر في الشهر في الوقت المناسب. كل هذا التخطيط بناء على معلومات في منتهى الدقه، ومعلومات جبناها شهد بيها العدو قبل الصديق. يعني موشيه ديان نفسه اللي هو كان وزير دفاع اسرائيل بيسالوه، بيقولوا انت كان كل اللي عندك، انت عندك مع الاستطلاع الامريكي والاستطلاع بتاعك او المخابرات بتاعتك، عندك كل الامكانات، ازاي ومصر ما كانش عندها حاجه، ازاي هم عرفوا عنك كل المعلومات دي وانت ما قدرتش تعرف عنهم حاجه؟ فكان رده قال لك ايه؟ قال لك المصريين كانوا يمتلكوا رادارات بشريه. رادارات بشريه ترى وتحلل. ما هو البشري ده ميزته ايه؟ يعني انا ممكن اعمل طياره او اعمل استطلاع راداري او اي استطلاع يروح حاطط لي حاجه هدف هيكلي. واخد بال حضرتك؟ ويمثل لي بالعواكس اهداف، خلي الرادار يجيب لي لواء مدرعه او فرقه مدرعه، ما بيكونش في حاجه موجوده، او موقع صواريخ خش، انما صنف العين ده اللي بيخش ده، انا شكيت ان احد المواقع دخلته برجلي فككت بتاع الصاروخ اللي عاملينه هيكلي. انا وزمايلي كنا خش، مش مجرد انك بتشوف العدو من بعيد، لا خش جواه وشوف ده ايه حقيقي، وشوف الوثائق اللي جوه، وشوف في مسارينهم في احشائهم. فانت كان عندك المعلومات في منتهى الدقه، استطلاع في قلب خطوط العدو. ايوه انا بقول لك كنت قاعد في جوه المعسكر نفسه. ده انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا كلنا بنتكلم، وده حقه وربنا يرحمه، المرحوم ادريس اللي اخترع الكود او الشفره بتاع الكلام النوبي. في حاجه اقول لك، العبد لله بلغتنا الحمد لله رب العالمين، احد انا عملتها وربنا اكرمنا بيها. يعني انا لقيت نفسي في وسط العدو، فالمفروض ان الهوائي بتاعي اللي هرفعه ده لازم يترفع. ده نظريات اللاسلك ان احنا قاعدين بقالنا 3 سنين، انا على الاقل بقى اتعلمها واللي قبل متعلمينها. لازم ارفع الهوائي كده عن الارض على الاقل مترين، واخدين الشطلات دي نرفعه عشان نحقق اتصال، لان انا اتصل من عمق سينا 150 كيلو انا فيها، بالقاهره ادي 300 كيلو كويس. لازم ارفع الهوائي ده، ولازم الهواء اسمه هواء ديبول كده يترفع. فارفع ازاي والدبابه تحت مني وشايفيني وانا تقريبا جوه المعسكر؟ على طول بقول لهم تعالوا امسكوني. فرحت فارد الهواء على حطه على الارض، ففرد ايه
اللاسلك اللي معاها، عمال يقول لي ما ينفعش، وانا ايه انا خارج بره وهو متداري في حفره وفي الموقع وعمال يقول لي ما ينفعش. قلت له طب اهدى. وبعدين انا جاي راجع عنده فلقيت الهواء اللي انا حاطه على الارض لونه سلك لونه اسود كده، لو اي حد بص كده هيشوفه خلاص كشف. رحت راجع رادي من البتاع بالايه؟ بالزلط والرمل، وغطوا التراب خالص، مغطاه عشان ما يبانش. ما ايه؟ طب وهيقدر يلتقط اشاره ويبقى؟ راح عادل سمره الراجل بتاع ولد من العيال بتوع الاشاره اللي كده. ايوه. فراح عادل ايه اللي عمال يقول لي لا ما ينفعش ما ينفعش، فلما انا غطيته قال لي كمان، وراح لطم على وشي كده، قال لي مش هينفع. قلت له طب بس توكل على الله. قال لي يا فندم الجهاز معاك اهو. ابتديت انا اللي اخش اولف له الجهاز واجيب. قلت له ارسل. يعني بتصل بالبرق اللاسلكي، بيبعت 5 على 5 يعني 100% الاشاره، 100% 100% تخيل. واشاره ورد ما بكونش مصدقين. فادي الهواء المدفون ده لم يكن حد بيعملها خالص فيك يا مصر. وطلعت في النهايه نظريه، ولا في مصر ولا بره مصر، ولا في مصر ولا بره مصر، ما حدش طبقها اهو الحمد لله عملناها. ولا جبنا شفره ولا جبنا حاجه وعادي واشتغلوا وخلاص، معظمنا كان بيشتغل عليها دلوقتي. الهواء الاندر جراوند اتنا ده الهواء المدفون، ادي اختراع او اكتشاف. انا بقول اكتشاف، انا ما اخترعتش، انما انا قلت كده وتوكلت على الله ما استطعت اهو. ما انا مش قادر تاني يا رب، ما انا مش والله كده يا رب، انا مش قادر ارفع الهواء هتمسك، وما اقدرش اسيب المعلومات دي ما بلغش عنها. فيسر لي بقى الاتصال، رحت دفن الهوائي ومتصل، وما النصر الا من عند الله. حققت اتصال بنسبه 100%. وبعد كده بقت خلاص الكل دلوقتي بيعمل العمليه دي، والجدع يكشف الهواء بتاعنا. ادي ايه؟ ما دي ايه؟ بنقول ايه؟ ما استطعت. اعمل اللي تقدر عليه وسيب ربنا بقى، هو اللي هيوفقك. فين بعد كده عرفت بعد الحرب ما انتهت بكام سنه بالصدفه ان في حاجه اسمها الاندر جراوند اتنا، بس ما كانش حد بيطبقه ولا تدرس عندنا نهائي. انما موجود في يمكن في كام في انجلترا في امريكا، ما تطبقش عندنا، وهم بيعملوه بامكانيات تانية مش الاجهزه بتاعتنا. انما لما عملناه عندنا الحمد لله. ففي ناس كتير طبقت حاجات ما حدش حس بيها، واخد بال حضرتك؟ فمش عايز اتكلم عن التجربه الذاتيه بتاعنا، ازاي قعدنا 180 يوم بنشرب 20 سنت ماء في اليوم، او ونقعد بالاسبوع بدون اكل نهائي، وبالثلاث ايام من غير ماء، وهكذا. طب كل ده بنشتغل ازاي نقدر نواصل؟ يعني لقمه علشان افضل واقف على حالي. اللي ربنا اديها لنا قدرات تفوق انت شوف، وانت دخلت بتقول يا رب. انا بقول لك اهو ليه احنا لن نهزم تاني، وده كلام انا بقوله بثقتي في الله سبحانه وتعالى، لن نهزم مره تانيه ابدا، لان احنا جربنا. واحنا كنا اقوى من اسرائيل؟ هات لي واحد يقول ان احنا كنا اقوى من هو اسرائيل. هو كان عنده سلاح اكثر تفوقا من التكنولوجيا كان عنده بتاعته اعلى. اولا في الكم هو يفوق عليا، في الكم، في الكيف يفوق عليا، في الكيف كويس يفوق علي كل قمه القدرات القتاليه المصريه. شوف انا عندي حاجه اسمها التوازن الاستراتيجي. اي جيش في العالم عايز يخش بيعمل توازن استراتيجي. رقم واحد في توازن بنياني، اللي هو بحسب زي بقول الهاردوير كده، هو عنده ايه انا عندي ايه. جثث كده، عنده كام دبابة انا عندي كام عنده كام طيارة، عنده كام فرقة انا عندي كام فرقة، هو كان متفوق علينا في دي كويس. ماشي. طيب مش كده وبس، توازن سلوكي، علاقتك بمين؟ طب هو توازن سلوكي مع امريكا بتدي له من الابرة للصاروخ وبتقول لك امن اسرائيل هو امن امريكا، مش كده؟ صح. طب انا مين اللي كان بيديني؟ عملت توازن سلوكي مع اشقائنا العرب، 8 دول كانوا بيدونا حاجات، حتى تواجد رمزي ماشي مش كويس مش وحش، بس لا مش زي الجسر الامريكي طبعا، وروسيا ما عملتليش زي امريكا، فدي حتى كسبان فيه. في الحته بقى اللي بتاع ربنا بقى دي، التوازن القيمي اللي هو الاراده. لا لما احط الاراده المصريه قدام الاراده الاسرائيليه، اسف، الاراده المصريه بو طفت في السماء، طبت بالميزان كله بتاعي، لان انا دخلت وانا عارف عنده خط بارليف اعظم مانع في التاريخ، ما اتعملش خط زيه في التاريخ ابدا. واشك انه يتعمل حاجه زيه بالمهاره وبالدقه دي. انت ما في 6 ساعات كان تحت رجليك قاعد يبني فيه 6 سنين وعمل فيه، قال لك احنا المصريين يعني احنا سابقينهم في الخط ده ب50 سنه تكنولوجيا، وهنحافظ على الفاصل.
بعد 6 ساعات كان تحت رجلين جنودنا. هذكر اكتر من كده؟ وهم ما هو ده اللي خلى اسرار الدنيا اتغيرت. هو لولا امريكا لحقته كان قدر يكمل ولا الهوى؟ مش كانوا بيقول لك من يوم 8 ويوم 9 جولدا مير قالت لهم جهزوا الصواريخ اريحه بالرؤوس النوويه، او حتى بعد انتهاء، لانه حاسس انه قدامك مش قادر. السادات رحمه الله عليه من يوم 16 قال لك انا بحارب امريكا، انا من يوم 16 بحارب امريكا، وامريكا بتقول لك عايز ارضك ترجع بالسلام، انما لو حاربته تاني عايز تدمره انا اللي هقف لك. خلاص طب ارض هترجع؟ اه هترجع اتفضل. ورجعت الارض. ما هي دي، ما هو ما هي دي الايه؟ الدبلوماسيه مع الـ مع الـ مع العسكريه الاثنين بايدك وبلسانك. صح. هو قال لك خلاص انا سلمت هرجع لك ارضك. طب حاضر رجع، راح مرجعها بس حققت اللي انا عايزه. ده قدود يا فندم. سيادة اللواء، يعني اولا انا عايز اشكر حضرتك جدا على وجودك النهاردة. اتنين، انا فعلا لي عظيم الشرف. العفو. والله العظيم الف 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 شكر على كل حاجة، على كل حاجة، على كل حاجة من قبل ما نتولد، وعلى كل حاجة لحد هذه اللحظة. ربنا يبارك فيكم. الف شكر يا فندم، وتحافظوا على اللي عملوه اللي قبليكم بإذن الله بدمنا احنا كمان والله وبرقبتنا. شكرا لك يا سيادة اللواء. العفو. انا هقول لكم على حاجة بسيطة كده قبل، او احنا بنختم يعني، كلنا دون استثناء اكيد بنقعد نشوف الافلام بتاعه الملاحم الاغريقيه دي، يعني يقول لك سنتروي مش عارف في حاجه زي كده، وكويس لطيف. وانت بتتفرج كلنا اي حد اي نفس بشريه عاديه بتبقى قاعد مبهور بفكره الملحمه والمقاتل القوي والقلب الصلب وكل الكلام ده، وتبقى قاعد عندك حاله انبهار، وبعدين تنام بالليل تحلم ان انت بطل هذه الملحمه. احنا عندنا في مصر هو ده الواقع، لازم تبقى شايف كده. ده بأمانة شديدة وبواقعية، احنا عندنا في مصر ناس حاربت اسمهم المقاتلين المصريين، الجيش المصري، جنوده وظباطه، بسلاح أقل تكنولوجيا، أقل في العدد. كسبوا ازاي؟ هي قدرة ربنا وقلب الناس دي. أنا بكلمك بأمانة، أنت بتتكلم على جيش كله، مش واحد ولا اتنين ولا عشرة في الأساطير الإغريقية، خد بالك يعني، انت بتتكلم على جيش كله أبطال حقيقيين مش أبطال الأساطير. بص على جيشك بالطريقة دي. كل الشكر لست اللواء ناصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد أبطالنا في هذه الحرب وفي هذه الملحمة الكبرى. خلصت الحلقة. كريم رمزي زمانه داخل دلوقتي برنامجه رقم 10 لو كلنا العمر، معاكم إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة. سلامات.